شيء طبيعي الفريق يتأثر من خسارة مباراة السد، وعن نفسي أنا شخصيا تأثرت كثير، لكن بعد العودة للتمارين العزيمة كانت موجودة بيننا وبين بعض لعودة الفريق للطريق الصحيح مع عودة الدوري. الطموح موجود لأن في بيئة نادي العربي دائما تطمح للأفضل، ولازم ثقتنا في نفسنا تكون موجودة مهما نمر بظروف صعبة، لازم نعمل أكثر عشان نوصل للأهداف اللي احنا نبيها. أكيد أي لاعب ينضم للفريق فهو إضافة، لابد إثبات هالشيء داخل أرضية الملعب، والجميع أقصد كلاعبين حابين أن نظهر بصورة أفضل من الفترة السابقة، لأن المركز اللي احنا موجودين فيه الحين لا يليق فينا ولا في نادينا العربي. ما عندي أي تفسير، لأن تركيزنا الحالي في مباراة المصلال، ولا بد أن الرغبة تكون أعلى والروح تكون أعلى داخل أرضية الملعب عشان نقدر نحصد فيها 3 نقاط. في حال تعثر الفريق فالجميع يتحمل المسؤولية من جهاز فني وإداري ولاعبين.